سوري بس مش على حمد كرت احترق، خل على تويتر وايد ابلك. جمع لي قصص من الناس وتقول لي كاتب تكفى اصحى. لا 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 محني معرض الكتاب يفشل يفشل يفشل. خليك صريح معي ثواني، يعني الكورونا والخوف من الانهيار ما حد كان متوقع هذا الحبيسة. اتهم دار شغف بأنها تتعامل بالطرق الغير مشروعة. مستحيل، أتحدى. أنا اليوم لما أكلمك بهذا الهدوء أنت ما تدري شنو كم كلفني هذا الشيء، ما تدري شنو أخذ من حياتي، من صحتي، من عافيتي، من أهلي، من روحي. قدمت استقالتك من مكان حساس ويتمنون وايد كويتيين. وايد كويتيين، خلينا نكون واضحين. وأنا مسؤول عن كلامي الحين، وهذا يمكن راح يكون ما شايف عندك. البنك مال شغف منه؟ البنك مال شغف الناس اللي موجودة، الناس هي الدعم لنا. أنا اليوم لما أقول الناس فترة حسين كورونا ما تخليت حسين. أقول لك على شيء، كم دار نشر إحنا عندنا بالخليج؟ وايد صح؟ وايد. شيل الخليج، كم دار نشر عندنا بالكويت؟ وايد صح؟ السلام عليكم، رجعنا برحلة جديدة مختلفة نفس ما عودتكم دائما. أحب أني دائما أنقي الطاقات الشبابية اللي بدأت من الصفر. أنا اليوم قاعد مع واحد من كثر بدلياته في أول كتاباته انصعقت بالمستوى اللي هو وصل له اليوم، مشعل حمد صاحب مليون فولورز على تويتر، اللي قالها بكل فخر أنا جبتها بذراعي. السلام عليكم. هلا والله حسين، حياك الله، شرفتنا نورتنا. مقدمتك شوي بطيخية بس ما خالفي، مقدمتك شوي بطيخية بس ما خالفي، مقدمتك شوي بطيخية بس ما خالفي. أوبا، أنا مقدمتي بطيخية عيل هين، بس خلي سخن الحوار معك شوي ونعرف من مقدمته بطيخية. لا أنا قاعد أخذهم باب المياه. أنا شوفها بقولك شغلة مشعل، مشعل وايد يقولون يعني الناس، أنا أول شيء ما أحب الإعلام التقليدي تدري صح، فالناس يقولون مشعل طبعا على فكرة يعني هذا شيء من الأشياء اللي خلاني أقول يلا أوكي على هذه المقابلة. أنا بني أنا مو من واثق بن حسين، لقاءاته شوي تصير فيها لبش. تقعد تمدحني يعني هذا نوع هاي الله هذا ما نشيت. عموما يقولون مشعل متى ينام؟ اوكي لا جد مشعل يعني ساعة كم تنام؟ اذا انت تدز صوروا لي قهوتكم وتدز الفير دعاء وتدز الصبح دعاء. هذا الحين قاعد اتكلم عن نطاق تويتر، ما دخلنا بدار النشر واللويا. ساعة كم تنام ومتى تنام؟ شوف خليني اقول لك على شيء، يمكن انا واحد من الناس احتاج بيومي 48 ساعة، ما احتاج 24 ساعة، بحكم الاشياء اللي انا قاعد اسويها، بحكم الاشياء اللي انا قاعد اتعب فيها، بحكم الاشياء او الخطه اللي انا حاطها حق نفسي اني بمشي فيها. أوكي. ولكن المشكله اللي انا قاعد اواجهها بان يمكن تويتر عندي هو اكثر شيء منظم في حياتي. بمعنى شنو؟ التغريدات اللي انا انزلها تلقى انا عندي ساعه بيومي من ال 24 ساعه اللي انا مر فيها احط فيها التغريدات الجديده او الاشياء اللي انا قاعد اكتبها علشان اقدر اوزعها طول اليوم، بحيث ان لما بحط تغريده ما قاعد افكر انا شنو بكتب الحين، انا اردي كاتب ومحضر وعارف شنو انا بحطه. ما يعني ما تمل يعني صارت حياة يعني خلينا نكون واضحين حسين. أقول لك راح أقاطعك دقيقة، يعني ما تمل يعني ما فكرت تحط لك موظف حق تويتر؟ طبعا لا، لأني أنا يعني أنت اليوم قاعد تقول استمراريتك هي نجاحك. أنت اليوم إذا ما تشوف ردة فعل الناس وتفاعل الناس ما راح يكون في عندك لا شغف ولا حافز بأنك أنت تكون إنسان ناجح وتكمل بالشيء اللي تقعد تقدمه. أنت اليوم لما تقول لي والله مشعل أنت ما تمل، أنا اليوم لما أقول لك أنا أخذت شيء أنا أحبه اللي هو الكتابة بطريقة احترافية، بمعنى أني أنا صرت كأني أنا موظف عند نفسي، بمعنى أني أنا شيء أنا أحبه سويته، تحديت وايد أمور أنا علشان أكون وياك قدامك الحين وتناقش معك في هذا النقاش. أنا اليوم أقول لك أنا قدمت استقالة من مكانين، أنا جاي حق هالمحور، قدمت استقالة من جهة خاصة شركة خاصة، وقدمت استقالة من جهة حكومية. قدمت دقيقة، قدمت في سبيل الشغف ثواني طموحي. قدمت استقالتك من مكان حساس ويتمنونه وايد كويتيين. الحمد لله وايد كويتيين، خلينا نكون واضحين بس ما راح اقول وين، لان انا ادري عن الباق الشخصي. قدمت استقالتك فيه عشان جمهور دولة الامارات صح؟ هو يعني في ارتباط عاطفي ترى مو طبيعي بيني وبين عيال زايد، هذا يعني شيء. شنو الشيء يعني؟ خليني اقول لك، هل امك اماراتيه مثلا او احد من اهلك اماراتي؟ انا اقول لك على شيء،
الارتباط اللي صار بيني وبين أهل الإمارات تحديداً كان في 2016. أوكي. أنا رايح معرض الكتاب لمدة 3 أيام. أوكي. مقدم يعني حتى مو مقدم إجازة من الدوام. رايح خميس جمعة سبت. السبت والليل أنا لازم أرجع لأن الأحد عندي دوام. صحيح. وكان ثالث يوم معرض كتاب. أوكي. وأذكرها كان شهر 11/2016. اللي صار معاي بالثلاث أيام اللي أنا رايح فيهم يوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت. ما كنت أتحلم أو أني أتخيل بأن هذا الشيء ممكن يصير لي على مدى 70 سنة قدام. هذا الفيديو اللي انتشر اللي زحمة الناس على الجناح اللي الممرات الطاولات كانت تندز الكتب كانت تنزل التارجت كان في ذاك الوقت 700 نسخة تروح خلال 10 أيام ولكن 5000 نسخة اللي كانت حق المكتبات وكانت حق الناس وكانت حق المعرض كلها خلصت من رابع يوم. واو. حسين أنا يوم السبت رجعت الكويت فعلا لأن طيارتي كانت يوم السبت رجعت الكويت الساعة 11 بالليل الساعة 8 الصبح أنا بمكتبي حاط استقالتي اللي ما شاورت ولا أحد فيها وحاجز على طيارة الساعة 12 الظهر رجعت الإمارات كملت 7 أيام الباقية معرض الكتاب. ما حسيت أن النجاح هذا ممكن يكون نجاح وقتي؟ إذا أنت ما استلذيت في حياتك في هذه التفاصيل البسيطة اللي أنت من خلالها تطور نفسك وتكبر مخك وتقول أني أنا سويت شيء في حياتي. أنت كم مرة بتعيش في حياتك مرة واحدة؟ إذا أنت ما تحقق فيها. شفت الكلام اللي أنا قاعد أقوله؟ يوم أنا كنت صغير كنت أسمع هنا وطلعني لكن يوم عشت التجربة لا والله هذه تجربة. بس أحس إجابتك دبلوماسية يعني مش على دخل ثابت دخل ثابت توقفه عشان لحظة معينة يعني طول عمرك ما راح تنجح ولا راح تحقق ولا شيء أنت تتحلم فيه أو تتخيل فيه. أوكي. إذا أنت عايش على عقلية الشخص الموظف اللي يشتغل عند غيره. هذا خلها يعني كلام عن تجربة واقعية استمديتها. أنا لو أني ماشي على نفس الكلام اللي أنت قاعد تقول عليه الحين أنا ما أقعد وياك اليوم في شركتي الخاصة المسؤولة عن تطبيق أو توزيع ونشر الكتب اللي فيها اليوم 150 كاتب خليجي وعربي. أنا اليوم قاعد أقول أنا لو أني ماشي على الخطة الأولية أني لا والله موظف خلق أقعد بمكاني مرتاح معاشي ثابت ينزل لي داومت ما داومت بطيخ الموضوع. ولكن أنت اليوم لما تقول أنا خلال 5 سنين يمكن 5 سنين هذه ما كبرتني 5 سنين كبرتني يمكن 15 سنة خرج من جهدي وصحتي وعافيتي ولكن أنا اليوم أفتخر أن بي اليوم الأيام اللي أنا أي أحد يسألني باكر من أهلي ولا من أي أحد يعني بالشارع يشوفني ويكلمني يقول أنت شنو قصة حياتك راح أقول أنا عندي قصة نجاح وكفاح. بس بقولك شغلة قبل المعارض والكتب ما كان عندك شيء بلحيتك؟ إيش قاعد أقولك أنا قلت لك 5 سنين اللي مرت بالدار النشر كبرتني في 15 سنة يعني أنا تجارب عشت وشفت. منو ظهر مشعل حمد اللي يستند عليه؟ غير الجمهور أبوي وأمي. الله. أي أيوة والله أنا يعني يمكن أكثر ناس مديهم ولكن أنا عندي يعني أبوي هو الأيدل مالي يعني أنا وايد معنا يمكن ترى على فكرة يعني هو جاف في طريقة ما تتخيلها يعني سالفة إنه يعبر بالكلام الحلو هذه سهل يعني. ما زفك على استقالتك الأولى؟ بلى زعل. اللي هي كانت في شركة خاصة. يس. بس من اللي كانت في جهة حكومية اللي يحلم فيها وايد شباب كويتيين. بس خليني أقول على شيء لازم تعرف شغلة. يعني أنا داومت أول شيء في شركة خاصة والشركة خاصة أنا داومت فيها تقريبا 4 سنوات. لا 4 سنوات و10 شهور. ال4 سنين هذه اللي مرت في حياتي وال10 شهور أنا تكرمت بالسنة يمكن 6 إلى 7 مرات كأفضل موظف بالشركة. ما شاء الله. أو أقصد بإدارتي ولكن ال4 سنين أنا تكرمت مرة سنويا لأن هي سنوية تصير أفضل موظف بالشركة ومع ذلك قدمت استقالتي بالراتب مالي كان وايد حلو. وايد وايد حلو أنا أعرف كان شيء يعني كان وايد. شوف يعني أنت الحين صار برقبتك موظفين. صح. برقبتك ناس يستلمون رواتب ترى مسؤولية جبارة. ممكن إنه بيوم يعني شلون التحدي هذا إن أنت تدش في مجال تدش في مجال الكتب والقراءة وأنت تدري إن إحنا أمة لا تقرأ هذه ترى تحتها 1000 خط. ما يصير حسين ما يصير. أنت اللي قاعد تقوله غلط. أنت اليوم لما تقولي والله إحنا أمة ما تقرأ مو كيفك. آسف على الكلمة هذه يعني المكتبات مهجورة. في المكتبات العامة. شوف خليني أقولك على شيء. المكتبات العامة يمكن مهجورة ولكن إحنا اليوم لازم تمشي على إيقاع ورتم الحياة. انت اليوم في حياه السرعه تحتاج الشيء السريع اللي يوصل حق الناس. ما يصير انت تسحب الناس توديهم على المكتبات القديمه. انت لو عندك مكتبات بالكويت تحديدا انت لو عندك مكتبات عامه نفس المكتبات اللي قاعد اشوفها برا ما بيحدد لك وين ولكن راح تشوف في ناس قاعدين قاعد يحضرون قاعد يشوفون قاعدين يقرون ولكن انت ما يصير تقعدهم مبنى قديم مو مهتم فيه
اغلبهم مسكرين توك تفتحهم مره ثانيه. صرت سياسي. مو سياسي، انا انسان واقعي، انا يعني انا ما عندي رمادي، عندي ابيض او اسود. يمكن هذا الشيء اللي يسبب وايد زعل الناس من مشعل. انا ما جاملك، ليش اجاملك؟ ارجع اقول لك نفس سالفه الحياه، انت عايش مره واحده، يا يعني انك تنجح فيها نجاح تحط اصابعك بعين اي احد وتقول انا انسان ناجح غصب عليك، اول انك اقعد بمكانك يعني انخش ورا المكتب، ورا مكتب صغير فيه سبع يدامون وياك، انخش في غرفتك الصغيره اللي فيها اسرارك، فيها حياتك. فانا اليوم قاعد اقول لك، انت اليوم اذا كان عندك فكر وعندك طموح ونجاح، يا اخي لا تقعد بمكانك وتقول انا والله قاعد ما في. انت اليوم لما اقول لك انا روح شوف المكتبات العامه في الدول الغريبه، ما بيقول لك انا اي دول معينه، ولكن روح شوف المكتبات تنبهر يا رجل، معلم سياحي صاير المكان. صحيح. الناس تتعنى انا بسافر عشان اروح المكتبه العامه في الدوله الفلانيه. ليش ما عندنا شيء هذا؟ ما ادري، احنا البدايات، احنا الاساس عندنا، وطلع الاساس من عندنا. ما تخاف من انهيار هذه الشركه في يوم من ما؟ اكثر ما صار فينا بكورونا ما توقع. اي هذا جانب مهم، ما تخاف من الخساره. يعني مش حل، خل اقول لك على شيء، خليك صريح معي ثواني. يعني الكورونا والخوف من الانهيار ما حد كان متوقع هذا الحديث. احنا اليوم نفتخر في ذات شغف، احنا تاسسنا قبل الكورونا بالضبط 6 شهور. حلو الكلام. طبعا احنا كلنا نقول دار نشر شبابيه، ولكن اللي فرق ويانا شنو؟ ان احنا دار نشر شبابيه بروح احترافيه. احنا ما حطينا الشبابيه شماعه نقول حق ناس احنا شبابيه طفوا لنا غلطاتنا. أوكي. لا، احنا قاعد نقول احنا دار نشر شبابيه ولكن بروح احترافيه. بمعنى احنا في اول سنه لنا مشاركين في معرض لندن، مشاركين في معرض القاهره، بالشيء اللي ما سووه وايد دور نشر عندنا لا بالكويت ولا بالخليج، مع احترامي الكامل لهم ولتجاربهم كامله. ولكن انا اليوم لما اقول انا هنا قلنا بنسوي كيان اسمه دار شغف، اسم على مسمى، بنحط فيه كل الاشياء والمجهود والتعب اللي تعبناه الفتره اللي طافت. انا اليوم لما اكلمك بهذا الهدوء، انت ما تدري شنو كم كلفني هذا الشيء. ما تدري شنو اخذ من حياتي، من صحتي، من عافيتي، من اهلي، من روحي، ما تدري عن هذه الامور. ولكن انا اليوم اقول لك انا في اول 5 شهور لي بانطلاقه صحيحه بمحاربين مو موظفين، انا عاملهم يعني احنا ترى شركتنا ما فيها بصمه. شركتنا احنا شركه يعني ما ابي احدد لاني مو متاكد من المعلومه هذه، ولكن احنا دار نشر كل الستاف اللي موجود فيه كويتيين، مبنيه على الابداع، يعني ما فيها دخول وخروج، مبنيه على سواعد شبابيه كويتيه طموحه تخلت عن وايد اشياء. انت اليوم قاعد تتكلم مو مشعل، اليوم قاعد تتكلم فريق شغف. اليوم احنا انا واحد من حزمه. اليوم انا قاعد اقول انا عندي ربعي وعندي اخواني اللي يعني لو اقول لك على شيء، والله يا حسين انت لو تسحب اي احد موجود ويانا بالمكتب وتكلمه وتقول له انت وين كنت تداوم؟ انت شنو كان راتبك وشنو التضحيات اللي سويتها عشان تداوم هني؟ راح تنصدم من كميه الناس، وراح تنصدم من كميه الابداع والطموح اللي عند هذه المجموعه. اليوم احنا قاعدين نقول انت واصل عمرك 30 وانت ما عرفت خطوتك الجايه وين، ترى هذه مصيبه. هذه مصيبه لازم تحاسب عليها بينك وبين نفسك. حتى اذا قاعد تشوف كلامي مو مقنع، ولكن انت كشخص لما في جانب من الدبلوماسيه عشان اكون ابدا ما في دبلوماسيه. انت عمرك 30 وما حطيت لك خط سير نجاح وحياه، مصيبه كبيره اكثر هذه المصيبه الاوليه. عشان اكون واضح معك اكثر، الكورونا والسنه اللي طافت واللي قبل دقيقه، زين شفت ازمه كورونا؟ اي لان بدايتنا صح، لان بدايتنا احنا اول 5 شهور لنا صح، قدرنا نسوي كفر. لا عندنا رواتب انقصت نفس الشركات الكبيره، لا عندنا رواتب. هذا البوينت. في شخص انا سمعته باذني اتهم دار شغف بانها تتعامل بالطرق الغير مشروعه. مستحيل، اتحدى، احنا ناس مكشوفين، احنا ناس شنو الشيء اللي لان ما تاثرت يا رجل حتى بعز صنع المعارض. انتم حطيتوا اللافتات بالشوارع، وهذا مكلف بالكويت على فكره اللي ما يدري. يعني شوف خليني اقول لك على شيء، ارجع على 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 النقطه اللي انا قلت لك يا بدايه. منو الممول حق دار شغف؟ انت؟ احنا دار شغف، دار نشر شبابيه بروح احترافيه. اذا انت مو قد الشغل اللي دبلوماسي قول لا 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 قول لا لا دبلوماسي والله خلنا نكمل خلنا ما كمل. منو البنك مال شغف؟ منو الإعلام الذكي عنده القدر إنه يتحكم بعصبية الضيف اللي قدامه؟ بس لما بلشت معاي قلت لي مقدمتك بطيخية، خل المياله تنفعك الحين، وبيك تقول لي منو البنك مال شغف؟ وللعلم أنا متعمد إني أستفزك واحدة بواحدة. البنك مشغل الناس اللي موجودة، الناس هي الداعمة لنا. أنا اليوم لما أقول الناس فترة كورونا ما تخلت، أقول لك على شيء،
كم دار نشر احنا عندنا بالخليج؟ وايد صح؟ وايد. شيل الخليج، كم دار نشر عندنا بالكويت؟ وايد صح؟ تقريبا. انزين، انا اتحدى وانا مسؤول عن كلامي الحين، وهذا يمكن راح يكون مانشيت عندك، اذا في اكثر من 15% من دور النشر الكويتيه لما يشتغلون برا ويدشون الكويت بمبالغهم وبشغلهم يروح يصرح عند الجمارك، ترى انا عندي عندنا اداره احنا اسمها اداره الافصاح، انا ترى اشتغلت بالمعرض الفلاني وهذه مبالغي، هذه قيمه الاشياء اللي انا بعتها هناك. انا اتحدى اذا في اكثر من 15% يفصحون عن هذه الاشياء، بس احنا من الناس اللي نفصح على الاشياء ولا نخاف من شيء. ليش؟ لان احنا ناس فعلا قاعد نشتغل بروح احترافيه وعارفين احنا ايش قاعد نسوي، عارفين احنا وين قاعد نروح. انا اليوم اقول لك والله الناس لما تطلع ولا قاعد تسوي افصاح، هذول اللي تسالهم انت وين فلوسكم هذه اللي قاعد تدش. انا حسيت، لكن انا اليوم لما اقول لك انا قاعد اشتغل باي معرض وقاعد ارجع الكويت قبل لا اطلع برا واشوف اهلي، احنا طالعين عند اداره الافصاح المالي جماعه الخير، هذه هي احنا مبالغنا اللي ندخلها للبنوك، وان كان الريت زين او مو زين، ولكن احنا قاعد نمشي بالطرق المشروعه الكامله اللي ما في احد يقدر يقول لي انتم شغلكم مو بروفيشنال. 99.9 ما راح يقدر يقولها، احنا 100% شغلنا بروفيشنال وصح، ولا عندنا ممول خارجي. لان احنا انا اقول لك على شيء، اوكي، احنا مؤمنين بان النجاح مشاركه. انا اليوم لما اشوف والله منو الناس اللي ناجحه في مجالي ويبهم مكان واحد ببيت واحد، واحد نجاح ينجح الثاني وياه، انا اقول لك هذا الانجاز اللي انا ممكن يخليني شغلي الخمس شهور الاولى خلاني اسوي سوالي كفر على قولتهم لمده سنه ونص في ازمه كورونا. لاني ما جامل بالشغل. قلبك متروس على هالسؤال. مو قلبي متروس، لان انا السؤال لا تبدي منه، عرفت؟ انا اتهمت فيه انت شخصيا يعني؟ مو اتهمت فيه شخصيا، انا لما الناس تيجي تسالني تقول لي والله انت شلون عشت بالكورونا؟ يا اخي اذا انت مخطط شغلك صح ما تحاتي شيء. احنا لو ما في ازمه كورونا واحنا اليوم السنه الرابعه لنا في دار شغف، ولو ما في ازمه كورونا وشغلنا على اشتغلنا على الخطه اللي احنا كنا حاطينها، راح اقول لك شغف من كوكب ثاني وباجي دور نشر كلها بمكان ثاني. اوه تخيل. فانا اقول لك اليوم انا نجاح خمس شهور سوالي كبر لمده سنتين، تكملت السنه الاولى والسنه الثانيه، كبر اجارات معاشات مطبعه اعلانات. ترى مكلف، انا عارف انه مكلف، ولكن انا اليوم لما اقول لك انا شغل خمس شهور سوالي كبر على هذا كله، معناته اني انا الحمد لله رب العالمين، رب العالمين حط قبول الناس فيني وبالناس اللي معي، وانا مؤمن وواثق بالناس اللي معي. وعلى فكره الستاف اللي موجودين معانا في دار شغف ترى كلهم قبل يكونون ستاف هذول ربعي انا الصجيين من قبل 12 و14 سنه، يعني اقرب واحد فيهم صار له 10 سنين رفيقي. فانا اليوم قاعد اقول لك انا واثق، انا انام بيتنا انا عارف الشغل ماشي. من المنافس مشعل حمد اليوم بالساحه الادبيه بشكل مطلق؟ مشعل حمد 2021. مو مجامله حسين، لازم انت تعرف نقطه معينه، انا مو دقيق وايد في اجاباتي، ولكن انا انسان واقعي، 1+1=2. انا اليوم ما اشوف في منافسه بالكتابه، مو لانه ما في منافسه، لان هي مشاركه نجاح وليست منافسه. في اسماء طاحه وليش؟ ولكن سبب فشل اي انسان فانت مو متصالح مع نفسه، لو متصالح مع نفسه عرف عيوبه وين وطورها عدلها سواها. انت مو عايز انك انت اليوم تكون والله انسان ناجح في هذه النقاط اللي انت تسويها، ولكن انت اليوم لما تكابر على الغلط وتقول انا اللي قاعد اسوي صح مع ان الناس كلها قاعد تقول لك غلط، يا اخي عندك مصيبه كبيره. عرفت الاختلاف اللي انت مشيت فيه، وانت نقدر نقول ان انت الكاتب اللي وايد عطوا فيك امثله، حتى في ندوات برابطة الادباء بالكويت احد الكاتبات طلعت وحطت غلافك، غلاف كتابك، قالت هذا الغلاف المناسب اللي ممكن انه يكون تسويقي وممكن الناس تشتري. تذكر هذا اليوم؟ أقول لك على شيء، تم جيب طاري رابطة الأدباء، يعني مع كامل احترام التقدير لهم في الكويت، أنا صار لي 8 سنين مو مسجل على عضوية رابطة الأدباء الكويتية، قدمت عليهم يمكن مرتين وماتت الأوراق، وشاءت الأقدار بأنه يكون في معرض كتاب مصغر، حكم أن معرض الكويت الدولي للكتاب واقف صار سنتين، صار في رابطة الأدباء، ما تتخيل كمية الجهد اللي سويتها علشان أخلص كتابي قبل المعرض واسوي حفل توقيع انطلاق كتابي داخل رابطة الادباء. ليش جهد كبير؟ لان البروسيس بسيط وانت ولد البلد. لا لا عفوا، البروسيس بسيط، انا صرت الكتاب ما كان جاهز. اها اوكي. ولكن انا ضغطت على نفسي عشان اخلص الكتاب اللي هو رواية الله المستعان ونزلتها في رابطة الادباء. طبعا في ذاك الوقت يعني انت اليوم لما يكون عندك انسان ناجح في مجاله سواء تتفق وياه او تختلف وياه، اذا هو ما تعدى حدود الادب ولا قل ادبه ومقدم ماده محتوى زين وانت قاعد تشوفها برج عاجي
وما قدرت توظف هذا الشيء مصالحك. يعني انا اليوم لو اني انا كنت عضو في رابطه الدواء في ذاك الوقت كان ممكن اني اخدم الدورات اللي تكون موجوده، الندوات من ناحيه تسويقيه، من ناحيه ادبيه، صحيح. من اي ناحيه تملك جمهور. ولكن ما يعني ما تم احتواء هذه الطاقه في ذاك الوقت. وعقب 7 سنين من المجال اثبت لهم في حفل توقيع اللي سويته انطلاقه الكتاب اللي صار في رابطه الادباء بان التوظيف لو انه كان صحيح في ذاك الوقت فامركم كان وايد تعدلت، وايد احسن، وايد. يعني احنا اليوم مشكلتنا نحارب الناجحين. يعني اليوم نشوف من انسان ناجح طبيعي يعني كل ناجح له اعداء اذا كانت منافسه. ولكن ارجع واقول لك الادب ما في منافسه، في مشاركه نجاح. انا اليوم استانس لما اشوف عندي 10 من الكويت ناجحين مجال الادب. احنا اليوم قاعد نسولف، احنا مو يعني مع كامل الاحترام والتقدير حق كل الجهات الثانيه، ولكن احنا مو منافسه من احسن رسمه. تذكر مجله اسرار؟ شو ما اذكرها، صار البدايات. اسرار البدايات، تذكر عنوان مقالك فيها؟ تبي ها اعطيك اول حرف؟ فيلسوف. صح، الفيلسوف مش العمود. ايه بس العنوان، في عنوان كنت دائما تحطه. شنو اسمه؟ خرابيط. شخابيط. خرابيط. شخابيط. متأكد؟ يس. خليني انا اتأكد. طبعا هذه المجلة اتحدى مش اللي طلعها اليوم. صدق اقول لك على شيء. اقرا التاريخ مالها. العدد الله 2005 انا كنت اقل من المتوسط. على فكرة طلعتي قديمة، كان في قبلها بسنتين. 23/1 كان في 2003. يعني انا اول مقال كتبت 2003. قبل 16 سنة. وكان لك زاوية حلوة ترى فيها. الفيلسوف ميشو مو شخابيط. لما اقول لك ان انا متأكد خرابيط. حبيبي في صفحة كاملة، في صفحة عقب المقال عقب الزاوية هذه صارت صفحة كاملة باسم شخابيط. ليش باسم شخابيط؟ لأن كان فيها 9 مقالات. العمود اللي أنت قاعد تشوفه، العمود الصغير اللي كان نزل لمدة سنتين، السنة الثالثة صار صفحة كاملة باسم شخابيط. كان وايد مقالات ينزل فيها. شو تقول حق مشعل هذا اللي طبعا الناس ما توقع شايفين الصورة، تبين أراويهم الناس؟ عادي؟ عادي. اوكي بدون ما يقرأ الكلام لأن توقع أنه كان بدائي. هذه طبعا مش على حمد في بدايته. تم كان عمرك هني ب 2005؟ مو 2005، في قبلها بسنتين. اوكي هذه المقال نشرت 2005. هذه هني عمري 17 سنة. الثانوية. بس اللي قبلها ترى البداية بإصرار. وعلى فكرة أنا بدايتي بإصرار التزمت فيها لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات. من عمري 15 سنة. وأنا أكتب فيها. 16 سنة. 15. 15. يس. فالبداية كانت عمري 15 سنة. يمكن لو بقالك المقال راح تقول لي حسين اسكت لا تقرأ. بالعكس أنا فخور. ثواني. شفت المشعل اللي قاعد تشوفه داخل مجال الفيصل؟ اي أنا فخور فيه. في ذاك الوقت ما كان طموح أني أنا أوصل نص اللي أنا واصله الحين. إذا كانت المادة بدائية عقب 19 سنة فبرافو. إذا هذه مادتي قبل 19 سنة هم بعده برافو. عشان كذي أنت دافعت عني في قناة الرأي لأن صار فيه هجوم علي. أعطيك معلومة، في أول كتاب لي كان كتاب شوية عامي فيه وايد أغلاط، فالكل هجم علي بتويتر وهاشتاقات والدنيا. فمش على حمد طلع بقناة الرأي ودافع عني دفاع شرس، مع أنه ما يصير لي، ما أعرفه، ما يعرفني. العلاقة اللي بيني بينه نحن أحد زملاء لا أكثر. كلنا دليل فيها. عندنا في ولد عمره يمكن 20 أو 21 سنة، يمكن حسين الفلتشاوي، كان عندكم 3 كتب يكتبها بالعامي وطق في العالم. انه كاتب عامي زين عمره 16 سنة، يعطيك العافية والله العظيم. هذه عنده بالدنيا كلها بدل الجهد. الرجال صبر مرة مرتين ثلاثة، كتاب الرابع الحين بالفصحى، وانا احييه وان شاء الله انه يشوف المقابلة ويكون مستانس الحين على الكامل قلنا له، وعسى الله يوفقه ان شاء الله. سو إيميلك نفسه اكس مي شو لا وين تعرف باسورده ولا لا؟ هذه هداء لك حبيبي. هذه عندك عاد هالمجلات ولا ما عندهم؟ ترى كلهم يمنعهم. صدق؟ اي والله. بس هذه ذكرى مني. الحين راح يوصل لك بالفويس بالواتساب فويس نوت. اوكي وبيك تشغله وتسمع الناس بحب. مساكم الله بالخير براشد. تعمل بخير أخي حسين. وقف تفكير شوي، بقول كلمة صغيرة حق أخوي الصغير مشعل. مشعل أنت في يوم من الأيام جيت طلبت واللي
لقيت اللي قال لك اوكي، وفتحت قدامك ابواب كثيره بجهدك ومجهودك، ما حد له فضل عليك. اتمنى وانا اخوك الكبير راح يجونك ناس مثلك يبون باب، يبون فرصه، حاول تساعدهم لان الكويتيين وايد ومبدعين وانت اكبر مثال. كل عام وانت بخير، اتمنى لك التوفيق ومزيد من النجاح، وانا جدا فخور وسعيد ان كان لي جزء بسيط جدا من النجاح هذا، او خلينا نقول دور بسيط جدا اني انا فتحت الباب بس، لكن اللي صار كله ترى مجهودك، ما حد له فضل عليك. وانا جدا اكبر فيك واشكر فيك حفظك لهالشيء هذا، ودائما تذكرنا بالخير، وهذا يدل انما يدل على انك شخص تستحق الخير. ويعطيكم الف عافيه، وتحياتي لك اخوي حسين ولجمهورك كلهم، والتوفيق ان شاء الله. شوف خليني اقول لك على شيء، تامر الدخيل يعني ارتباطك فيه ارتباط اكثر ما هو اخوي. تامر هو اخوي العود، هو الشخص اللي فعلا وقف وياي بالبدايات وسوالي، والشيء بالشيء يذكر قبل تقريبا شهر صار في موقف عندي بالدايركت مال الانستغرام، دشت علي كاتبه دشت علي عمرها 13 سنه او 14 سنه، فقالت لي انه يعني انا ودي اني اكتب وهذا، بس ابي حد يعدل علي وهذا، تسمح لي ما ادري شنو. قعدت اطالع، كان يحوشني السرحان اللي ردني جري 16 سنة. الموقف مع تامر الدخيل يعني. نفس الموقف كان. نفس الموقف بالضبط ونفس الكلام كان. كان كابتشر ودز له، قلت له مساك الله بالخير، قلت له شوف الدنيا سلف ودين يعني، شوف شلون دارت الأيام وصارت نفس الشيء. وتامر الدخيل من الناس اللي أنا وايد أحبه، وايد احترمه وقدره وما ارضى عليه. انت وايد متحفظ على مشاعرك، تسكر ايدك لما مو مسكر ايدي أحد. بس انت ما تتخيل انا شنو قاعد اتذكر الحين. انا قاعد اتذكر المكتب مال مجله اسرار، قاعد اتذكر لقائي مع تامر الدخيل. ما كان لي سياره صغير، تامر كان مرني. فبراشد يعني ارتباطي فيه بعيال الله يحفظهم، تامر الدخيل يعني هو البدايه. انا كاتب وابي انشر كتابي، شنو البروسيس السريع اللي تقدر تعطيني؟ مو بروسيس سريع، انت قبل لا تنشر كتابك لازم تعرف منو دار نشر اللي تخاف الله فيك. اوكي اليوم انا الحين قاعد اكلم شغف، قاعد اتكلم شغف انه يكون مادتك زينه محترمه، الحضور مالك يكون زين، يكون شخصيتك زينه، ما تكون شخصيتك لها يعني هم، هذه مهمه لانك انت راح تكلم راح تصير جزء من اسره دار شغف. في ناس ينشرون كتبهم بس ما يبون يظهرون، يعني لا يظهر. بس انا اليوم قاعد اتكلم، انا ما يصير انشر حق كاتب انا مو عارف شخصيه الكاتب شنو. اوكي انا قاعد اقول لك اليوم الكاتب لما يكتب في دار شغف ينزل الكتاب هذا محسوب على دار شغف. بس في كتاب يقول لك انا حتى ما عندي فلوس اني انشر، هل عندكم عقود مرينة؟ تخيل ان احنا كل عقودنا في دار شغف كلها تبني. الله، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي بقول لك اياها، في فرق بين واحد يقول لك انا سويت كتابي او سويت كتاب لاني انا احب الكتابه وفي قصه ببالي وتصور وسويتها، وفي في فرق واحد يقول لك لا انا بنشر كتاب قصتي، هذا قصتي شو اسوي فيك؟ مع كامل الاحترام لك تجربتك، ولكن لما تقول يا مسوي قصتي معناته كبير الكتاب، لانك انت كتبت كل حياتك بالكتاب اللي قدمته لي انا. بس اليوم انا اليوم قاعد احاول استقطب الشخص اللي عنده حب للكتابه وعنده حب للتصور وعنده حب لهذه الامور. كانت رحله وايد حلوه، انا وايد استمتعت. انسان مختلف بنى نفسه من الصفر، يمكن في جانب وايد كبير الناس ما تعرف ان كميه البدليات اللي كان يكتبها في احد المقالات، لكن اليوم هو مدير دار نشر جدا ضخمه. هذه كاميرتك مشعل، قول رساله للشباب. الرساله اللي بوصل لكم اياها انك انت مهما كانت بدايتك متواضعه، مهما كانت بدايتك فيها بدليات نفس ما انت قلت، مهما كانت بدايتك والله فيها صعوبه، بالنهاية ترى راح تقول قصتك حق عيالك باكر، تقول لهم اني انا نجحت في اليوم الفلاني، نجحت بالقصة الفلانية، نجحت بالتحدي اللي حطيت فيه. الحياة اذا ما ذقت مرارتها ما راح تحس بلذة الاشياء الحلوة اللي انت فيها. فاحنا اليوم نقول لاي شخص عندك طموح باي مجال بالعالم، افتخر مالك شغل بالتنمر، والشيء بالشيء يذكر. حطيت انا صورة لاخر مشاركة لنا في معرض عمان داخل تويتر مع الناس والحضور والديكور والجناح، وكتبت هذه الصورة الناس ما تدري أنها كلفتني 8 سنين تنمر في حياتي من الناس اللي كانت تقول منو يقرأ الكتب ومنو اللي يروح ياخذ كتاب ويتعنى ومنو الناس اللي تكتب الحين.
فهذه الشغلات اللي أنا أقولها يمكن تكون رسالة ملهمة لأي شخص يطالع اللقاء الحين. شكرا على اللقاء الحلو. أحب دبلوماسيتك يا ردو. دبلوماسية شنو بعد؟ فيك دبلوماسية جميلة جدا وتخفي مشاعرك. ما مش أحمد شكرا وايد حبيبي. فما لا شوفكم بروح لياية. وبكذي انتهت رحلتي مع أخوي مشعل حمد. مشكور يا أبو حمد على هذه الفرصة، وسامحني إذا عصبت من بعض الأسئلة، بس لازم ترد وتخلي الناس كلهم يعرفون أنت مبدع ودار شغف من إبداع إلى إبداع. فما الله.